إعلان اللجنة الأولمبية الجزائرية عبر موقعها الرسمي عن طرح 32 ألف تذكرة لحضور حفل الافتتاح افتتاح الألعاب المتوسطية المزمع إجراؤها في وهران خلال الفترة الممتدة من الخامس والعشرين جوان إلى السابع جويليا على أن يكون الحضور خلال حفل الافتتاح مجانياً رغم طرح التذاكر ورغم طرح بيع التذاكر الكترونيا عبر منصه التذكره بدايه من اليوم الاحد